الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثامن في الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين، أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. أذكركم بأننا بينا في الدروس السبعة الأولى معنى الدخل الوطني National Income ومكوناته ومصادره والعوامل المؤثرة في كل مكون. هذا الآن هو الدخل الوطني، مكونات الدخل الوطني، هذه الدائرة الخضراء الكبيرة تتكون من الدوائر الآتية: الإنفاق الاستهلاكي، لا أعذر لأنها دائرة أكبر من كل الدوائر التي تأتي أسفل منها. هنا الآن الإنفاق الاستثماري، نفقات الحكومة، وصافي الصادرات. عادة هكذا في الدول أو معظم الدول عادة يعني. الآن هنا الدخل الوطني يتكون من الأجور التي يتلقاها العاملون، كل القوى العاملة مهما كان شكلها، حكومية غير حكومية، قطاع خاص قطاع عام وهكذا، والإيجارات على العقارات والأراضي وما شابه، العائد على رأس المال وربح أو خسارة الإدارة، هذا هو الدخل الوطني. الآن الإنفاق الاستهلاكي هنا على الطعام والشراب والملابس والأدوات المنزلية والخدمات. الإنفاق الاستثماري الرواتب والأجور للعمال العاملين في القطاعات المختلفة من الشركات وما شابه، القطاع الخاص، خطوط الإنتاج والآلات ومعدات الإنتاج والتعبئة والتخزين والنقل إلى آخره. هنا نفقات الحكومة رواتب وأجور وتعويضات وإنفاق رأس مالي على الطرق والسدود والمطارات والجامعات والمدارس والمستشفيات إلى آخره، كلها عامة. هنا خاصة، هنا طبعا القطاع المنزلي، هنا القطاع الأعمال، هنا القطاع الحكومي، وأخيرا صافي الصادرات تكون قيمة الصادرات مطروحة منها قيمة المستوردات. هذا هو الدخل الوطني. الآن ننتقل إلى درس مهم جدا جدا وهو النقود. أشرح بإذن الله تعالى في هذا المقطع القصير طبعا النقود، تعريف النقود، ماهية النقود، أشكالها. تعرف النقود بأنها أي شيء يقبله الناس، يقبله الناس وسطا يتبادل من خلاله السلع مهما كان. الآن لا نتحدث عن عملة، الدينار، الريال، الدرهم، الجنيه، الدولار، اليورو، لا، نتحدث عن أي شيء يقبله الناس. كان الناس يتداولون السلع فيما بينهم، الصوف مقابل القمح، الشعير مقابل الحمص، التمر مقابل الملح، مقابل الذهب وهكذا. فالآن هذا التعريف عام للنقود. هنا الآن دينار، درهم، جنيه، دولار، لاحظوا الآن هنا مقايضة، مقايضة السلع بالسلع. ربما هنا عندي دراهم مقبولة، دنانير، دولارات، لكن لاحظوا هلا نقايض النفط مقابل سلع أخرى، هنا وضعت الغذاء، هنا درهم، هنا ريال، ربما يعني تكون مقبولة، لكن ليس بالضرورة أن تكون عملة. النقود ليست فقط ما يتعارف عليه الناس في الأيام الراهنة، هذه دينار ودولار وجنيه استرليني ودرهم إماراتي وريال سعودي، لا، كانوا يستخدموا المقايضة أو نظام المقايضة بتبادل الأشياء، فكانوا يستبدلون التمر بالتفاح، التفاح بالبرتقال، القمح بالشعير، الشعير بالعدس وهكذا. فهذه الآن إذن أي شيء يقبله الناس وسطا ليتبادلوا من خلاله السلع اللي هي البضائع والخدمات. نكمل الآن، هناك ثلاث أشكال من النقود. أولا العملة السلعية commodity money، هذه العملة أو النقود السلعية commodity money، مثلا هنا 20 صواع من القمح تساوي مثلا 20 كيلوغرام من الفاصوليا الملونة، لنفترض يعني هنا يعني يوجد قمح، ربما أخطأت أنا بالإعراب العربي، 20 صواعا، 20 صواعا من القمح تساوي 20 كيلوغرام من الفاصوليا الملونة. فإذا هنا لاحظوا لي السلع مقابل سلع، وبالتالي يمكن استخدام هذه كنقود وهذه كنقود، لأن النقود بالمعنى السلعي أي أن هذه السلعة تعير وتقيم بدلالة سلعة أخرى. هذا أول شكل من أشكال النقود. نأتي الآن العملة السلعية، هذا الآن كمان يعني أيضا مثال آخر، 50 ليرة من الذهب أو 50 ليرة من الذهب، هنا تساوي 100 قيراط من الماس، الماس اللي هو دايموند يعني، هنا عندي ذهب وهم عندي الماس، فال50 ليرة من الذهب تساوي بالقيمة 100 قيراط من الماس، وبالتالي هنا عملة سلعية مقابل عملة سلعية. نأتي الآن النوع الثاني، النقود الورقية والمسكوكات، بعدين بسميها
فايت ماني، هذه فايت ماني أو مرات يسموها فايت ماني، النقود الورقية والمسكوكات المعدنية تستمد قوتها الشرائية من جهتين، أولا المصدر اللي هو الإشور، يعني بالحالة هاي مثلا مجلس النقد السعودي، مثلا البنك المركزي الإماراتي، البنك المركزي الأردني، البنك المركزي المصري، هذا نسميه المصدر احنا الإشور، باعتباره سلطة مخولة بموجب القانون لأن يصدر النقود. والعامل الثاني الذي يؤثر بالقوة الشرائية هو مستوى الأسعار، إن كان مستوى مرتفع وبالتالي الآن نحتاج إلى عملة أكثر كي نشتري بضائع، وإذا خاصة طبعا مستوى إذا انخفضت كمية البضائع المتوافرة في الأسواق أسعارها ترتفع بشكل كبير. هنا هذا لاحظوا لي مثلا اليورو مقابل دينار، اليورو الواحد يساوي 75% من الدينار، وبالتالي نسميها عملات ورقية أو أنه مسكوكات معدنية، يعني ممكن يكون 50 بي اللي هي 50 بنس البريطانية والإنجليزية ببريطانيا تكافئ مثلا 30 قرشا أردنيا أو مثلا درهمين أو درهم إماراتي على سبيل المثال أو 3 دراهم وهكذا. وبالتالي هنا هذه النقود الورقية والمسكوكات المعدنية شكل من أشكال النقود تستمد قوتها فقط من المصدر باعتباره سلطة مخول بموجب القانون، ثانيا مستوى الأسعار. الشكل الثالث النقود الافتراضية المشفرة كريبتو ماني، هذا الشكل من العملات في مرحلة التطور في هذه الفترة وهي عرضة للتقلبات والمضاربة وغير آمنة حتى تاريخ هذا اليوم. هذه الفتاة شكل عملات افتراضية مشفرة تقول بماذا ما هو الرمز الذي يجب أن أضعه حتى أبتكر أعدن ما يسمى بيتكوين هنا، وبالتالي هو جهود فردية. ربما تتجه الدول في المستقبل القريب لأن تصدر عملة مشفرة أو عملات مشفرة كريبتو ماني، لكن إلى هذه اللحظة لم تقم أي دولة بإصدار عملة، وبالتالي ما زال هذا الشكل من الأشكال لأنه يعتمد على الجهود الشخصية وتشفير شخصي معقد يحتاج إلى معادلات رياضياتية معقدة، بالتالي إلى هذه اللحظة فهو غير آمن، لكن يبدو أن المستقبل يبشر بكثير من الأعمال بهذا الاتجاه، وطبعا سيحد من حرية الإنسان كثير كثير. هنا الآن الوظائف التي تؤديها النقود، الوظائف النقود في العصر الحديث هي وسط لتبادل البضائع والخدمات، يعني واحد من وظائفها أو إحدى وظائفها أن تكون وسط لتبادل البضائع والخدمات، ثاني هي وحدة حسابية نسعر بواسطها البضائع والخدمات، وهي مستودع للقيم، مستودع لقيمة الأشياء. فهذه الوظائف الثلاثة التي تؤديها العملة في بالعصر الحديث بالاقتصاد الحديث وسط لتبادل، أي يعني ميديوم، أي طريقة نتبادل بها، أي شيء معين نتبادل به، القمح مقابل الشعير، الدينار مقابل الذهب وهكذا، فوسط لتبادل البضائع والخدمات، ثم هي وحدة حسابية لتسعير البضائع والخدمات، لأن كأن نقول مثلا غرام الذهب، غرام ذهب يساوي مثلا 40 دينارا أردنيا، وهي مستودع قيمة نقيم بها الأشياء ونقول مثلا هذا البيت قيمته مثلا 1,000,000 دينار، فهذه الآن وسط التبادل وحدة حسابية مستودع القيمة. الآن كيف يضبط مصدر العملة كمية النقود التي يتداولها؟ أضعها هنا صوريا. الآن هناك عدة أدوات عادة ما يلجأ إليها المصدر، وهو السلطة النقدية في أي دولة مستقلة ذات سيادة، لكن تسمى هذه الأدوات أدوات السياسة النقدية، تسميها instrument of fiscal of monetary policy، وهو موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله، لكن سأبين بعض الصور. هنا أدوات سياسة صوريا فقط لا غير. يمكن الآن للسلطة المركزية أن ترفع، تطلب من البنوك التجارية، البنوك الاستثمارية أن ترفع نسبة الاحتياط الإجباري. ما المقصود هنا؟ لنفترض أنه قام محمد بإيداع 1,000 دينار في حسابه بالبنك، الآن البنك المركزي يطلب من البنك التجاري الذي تمت عملية الإيداع فيه أن يقتطع مثلا 10% من هذا المبلغ ويضعه احتياط إجباري، فيبقى لدى البنك بالحالة هاي 900 دينار من 1,000 دينار اللي هي 10% ذهبت احتياط، و 900 دينار اللي هي 90% بقيت الآن تحت صرف البنك كي يقرضها أو يعني يستغلها. فإذا قلل البنك المركزي نسبة الاحتياط الإجباري ربما أنه بعطي قدرة للبنوك التجارية أن تقرض أكثر مما تبقى.
أما إذا رفع نسبة الاحتياط الإجباري يحد من قدرة المصارف على الإقراض. هاي الوحدة من الأدوات السياسة النقدية نسميها رفع نسبة الاحتياط أو التحكم على الأقل بنسبة الاحتياط الإجباري بموجب القانون. طبعا هنا سحب السيولة الزائدة، ربما البنك المركزي يطرح سندات بأسعار مغرية في السوق يبيعها للبنوك أو للأفراد، وبالتالي يأخذ النقد منهم السائل ويعطيهم ورق له السندات لا يمكن استغلالها إلا عندما يحين أجلها، هناك في ماتشوريتي أو أجل يعني، وبالتالي بسحب السيولة. إذن يتحكم الآن، هاي أول وسيلة من وسائل التحكم بكمية النقود المتداولة، هاي الوسيلة الثانية. هناك رفع أسعار الفائدة لأن البنوك التجارية قد تلجأ الآن إلى الاقتراض من البنك المركزي فبقرضها بسعر فائدة إما منخفض أو مرتفع. إذا كان منخفض وبالتالي بتنخفض أسعار الفائدة، إذا كان مرتفع ترتفع أسعار الفائدة، وبالتالي يعني المقترضين لا يقبلوا بشدة أو كما المعتاد إذا كان أسعار الفائدة مرتفعة على الاقتراض. هنا الآن ضخ السيولة عند الحاجة بواسطة شراء سندات، ممكن البنك المركزي أن يذهب هنا إلى السوق هذا ويشتري السندات التي باعها، وبالتالي بضخ سيولة عند الحاجة هنا عند الحاجة. أخيرا عمليات السوق المفتوحة اللي هي أن يعمل البنك المركزي بالسوق المالية، يعني يبيع سندات يشتري سندات، وبالتالي هي جزء لا يتجزأ من السياسة النقدية. هنا آخر شيء أريد أن أؤكد عليه هنا يعني مثال بسيط جدا على عندما تكثر النقود، والبضائع تقل، القوة الشرائية تصبح منخفضة، وبالتالي هناك الكثير يعني هذا التمثيل الصوري لمأساة اقتصاد يتعرض إلى دمار على بواسطة الإيش التضخم. إذا كثرت كمية النقود المتداولة وقلت السلع، إن قلت كمية السلع بين أيدي الناس، فهنا هذا التمثيل الصوري، هناك الكثير من النقود بين أيدي الناس، علينا أن نستخدمها أوراقا للحمام. هي إهانة للاقتصاد الذي يتعرض إلى مثل هذا الكارثة الاقتصادية. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإن شاء الله في الدرس التاسع سأبين ما المقصود بالسياسة المالية والسياسة النقدية في الاقتصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.